مساء الخير. الو، مساء الخير. انا مساء النور، كيفك؟ الحمد لله، كيف الحال؟ الحمد لله. معك عبد العزيز الهنيدي. هلا يا عبد العزيز، كيف حالك؟ اخبارك؟ شلونك؟ الحمد لله طيبة. بغيت اقول لك بس حاجه، يعني انت اذا تحبين الراي، يعني اذا تحبين اتكلم معك، يعني الراي الثاني والراي الثالث زي ما يقولون. تفضل. ها، بالنسبة لبرنامجك فهو تافه، وانت تافهة، واكبر تافهة شفتها على وجه الارض. والدليل يعني انك مع تتابع، احترامي على انه الكثير لك، تافه. اقلب وجهك اول حاجه، انا ماني قاعد بوجهي لاني كنت اقلب تافهة، وجهك لانه وانت انت ملكة التعري. سخيف. على فكرة انت ملكة التعري، فاذا انت ما تعرفيني انا مستعد. انت حقير اول حاجه، هاي اول حاجه. والله بعدين بقول لك حاجه، اذا تافه قاعد متعني ومتصل ومليون مره، هيدا البرنامج اشرف منك اول حاجه. وملكه التعري، في ايش ملكه التعري؟ شو يوم شفتني عريانه؟ اذا اخلاقك عريانه واذا انت انسان عريان من جوا، مو كل الناس زيك. انا مش مفروض ارد عليك، بس انا لازم ارد عليك لانك تافه ومنحط وما تمثل البلد اللي تتكلم منها. واقلب وجهك، اقلب وجهك، اقلب وجهك. اقلب وجهك، مجنون. نظف وجهك.